هنستطيع يا فندم ان شاء الله، بس ما انا عارف انا بس المرافق هنحركها هنتكلف فيها شويه بس ما فيش مشكله، بس المهم ان احنا نعمل محاور حركه للكتله الكبيره ديت اللي انا بقول النهارده مش هيبقى فيها اقل من نص مليون. اكتر يا فندم، اكتر فندم. يعني لو النهارده فيها دكتور مصطفى مثلا بالالف دول هيبقى مثلا ايه؟ 1500. اضرب في اربعه متوسط الاسره ولا خمسه، ها يعني هيوصل لثلاث ارباع مليون، يعني نص مليون او كده، فده عدد كبير يا كامل. تمام فندم، حاضر. فالساعد القطر السريع فعلا زي ما احمد قال هتيجي هنا. فانت الارض بتاعتك غاليه قوي، بتاعت الطريق وبتاع السكه الحديد، ومش عايز يدي حاجه يا دكتور مصطفى. يقول لك ارضي يا عم، ده انت هبرت نحلت وبرنا بالفلوس اللي خدتها. هو ده القطر يا فندم، مش كده؟ ده القطر يا محمد يا زكي، نحى الوبر الدوله في مشروعات النقل بتاعته، يقول لك لا ما اديكمش ده حرم السكه الحديد بتاعتي. يعني كانوا بنين عليها زمان وكانوا عليها عشوائيات. لما جينا نتكلم على محور نعمله تقول لا. انا يا فندم رحت للقائد العام وموجود سيادتك اهو، قلت له يا فندم خدوا اللي انتوا عايزينه بس نكتب ورقه عشان نحفظ حق السكه الحديد. طب انا موافق يا كامل ان احنا ماشي يا محمد، واعمل بقى قول له المحاور اللي اتعملت دي ادينا ثمنها دلوقتي. سيب ولا سيب؟ كلها بتاعت مصر يا فندم. سيب ولا سيبها كامل؟ وسيادتك رئيس مصر يا فندم. لا احنا كلنا مع بعض ان شاء الله. طيب انا بس عايز اقول الجزء الثاني يمكن ما اتكلمناش فيه شويه، اللي هو في اتجاه الغرب. احنا اتكلمنا في اتجاه الشرق كده مش كده يا احمد؟ لا احنا يا فندم دلوقتي في منطقه مشرق. لا خليني انا اتكلم هنا. الغرب، غرب الغرب، برج العرب ورايا والمحاور اللي موجوده هنا والمنطقه اللي احنا بنتكلم عليها هنا. تمام. انا بقول الكلام ده لان دي واحد يقول لك ايه ما تتكلمش فيها على الهوا. لا انا بتكلم مع الناس في مصر على الهوا. المنطقه دي مش كده يا احمد؟ ايوه في المنطقه دي مش كده؟ ايوه مش كده؟ دي بحيره مرام. انا عايز اقول لكم، لا وشمالها، يا جماعه احنا بنعمل تطوير عمراني عشان مش عشان ناذي الناس، مش كده يا دكتور مصطفى؟ احنا بنعمل ده عشان خاطر البديل الثاني ايه؟ ان احنا نفضل ننمو جوه اسكندريه لغايه لما الناس لا تقدر تعيش ولا تقدر تمشي. ما فيش قدامي غير ان انا اتوجه شرقا وغربا وفي المناطق اللي ممكن نعيد صياغتها. نعيد ايه؟ صياغتها. يبقى الكلام ده بين المحافظه وزاره الاسكان والكهرباء ووزاره الداخليه دورها انا بقوله على الهوا. لما نيجي نقول للمنطقه دي يتم اخلاءها يبقى يا دكتور مصطفى يتم اخلاءها. وبالمناسبه احنا عمرنا ما هنخلي حد دون ان نعوضه.